السلام عليكم، مساكم الله بالخير. هنا الباش شيف اورجانيك. هل نشتري طعامنا وخضارنا اورجانيك؟ نشتريها من العاديه، ارخص بكثير. هل تفرق ولا ما تفرق؟ اول شيء، ما معنى كلمه اورجانيك؟ كلمه اورجانيك تختلف من بلد لبلد ومقاييس في بلد او منطقه الى منطقه اخرى. في العموم كلمه اورجانيك تعني ان النبات او الفاكهه او الخضار تم زراعتها بطريقه طبيعيه او اقرب ما يكون لطبيعيه. عشان لا اعقد الامور عليكم، في امريكا وبمقاييس اليو اس دي اي انا اهتم كثيرا بشيئين مهمه: المبيدات الحشريه والفيرتلايزرز او الاسمده الكيميائيه. الاسمده الكيميائيه هي اكثر شيء، او البيستسايد، هي اكثر شيء خطير واكثر شيء يجب ان نبتعد عنه، او اكثر شيء ممكن يؤذي صحتنا ويسبب امراض كثيره من السرطان. مجموعه غير ربحيه مشكوره جدا عملت لنا قائمه سمتها The Dirty Dozen. اسم المجموعه هذه الانفايرمنتال وورك جروب. اليوم راح اتكلم عن الديرتي دزن او ال 12 نبات وخضار القذره اللي فيها اكبر كميه من المبيدات او متاثره باكثر كميه من المبيدات. ال 12 ديرتي دزن هذه لازم نشتريها اورجانيك، لازم نشتريها اورجانيك. اول واحده فيها هي الفراوله. الفاكهه الثانيه هي العنب، والفاكهه الثالثه هي الشيريز او الكرز. الفاكهه الرابعه هي الخوخ. الفاكهه الخامسه هي النكتارين، وهي تشبه الخوخ لكنها ناعمه جدا ما لها تسوق عندنا في البلد. الفاكهة السادسة هي الكوميثرا بكل أنواعها. الفاكهة السابعة والمهمة جدا بكل أنواعها وهي التفاح، يجب أن نشتري التفاح وكل الفواكه السابقة أورجانيك. الخضار المدرجة في قائمة الـ 12 قذرة تشمل كل الفلفل الرومي. السبانخ بكل أنواعه يجب أن يكون أورجانيك. الخس بكل أنواعه يجب أن يكون أورجانيك. البطاطس والبطاطا يجب أن نشتريها أورجانيك. واخيرا في قائمه ال 12 القذره السلري، هذه ال 12 يجب ان نشتريها ونعطي الاولويه القصوى ان نشتريها اورجانيك فقط اورجانيك. هذه ال 12 القذره هي الاكثر احتواء على سموم من المبيدات الحشريه، ويجب ان نتحول فورا الى ان نشتريها فقط اورجانيك. هذه كانت قائمه اليوم، مهمه جدا وحساسه جدا، واتمنى ان الجميع يتحول فورا ان نشتري هذه المواد، هذه الخضار والفواكه اورجانيك طول الوقت. هذه القائمة حساسة جدا وموجودة دائما في مائدتنا، يجب أن نتحول جميعا وفورا إلى أن نشتريها فقط أورجانيك. المرة القادمة عندي لكم 12 أخرى أقل احتواء للسموم من المبيدات الحشرية ومن الأسمدة، ممكن نتحول لها تدريجيا، وعندي لكم 15 ممكن نشتريها من أي مكان. وعشان تكون المعلومة مكتملة، ولأن الشيف مسؤول عن الأكل والشرب، يجب أن نتحدث عن المشروبات أيضا. هذا واين أورجانيك. المشروبات بشكل عام يوضع فيها مادة السلفيت كمادة حافظة. مادة السلفيت هي اللي تسبب الصداع في أغلب الأحيان. النوعية اللي فيها اللي تكون أورجانيك ما يكون فيها سلفيت. إذا لقائمة المأكولات يضاف قائمة المشروبات. في قائمة المشروبات تصدرها الواين، ويجب أن يكون أورجانيك عشان يكون خالي من السلفيت. اللي يبغى يجي ياخذ من هنا. هاي هذه صديقتي الشيف لوري، دائما تعمل أنواع جميلة من السوب، وهي تعمل أنواع خلطات كثير من البهارات. This is very tasty. Nice. Thank you so much. Amazing. It tastes very very nice. هذه واحدة من خلطات الشيف لوري، خلطة رهيبة جدا. أعتقد إني عندي كل المواد الأساسية دي في البيت، شكل حسويها أجربها. And this is the best guy in the deli, Jimmy. He always clean the slicer for me when I buy my turkey from here. Thank you so much, Jimmy. الولد ده جيمي حبوب جدا، دائما ينظف لي السلايسر 100% لانه يقطع فيها منتجات البورك، ودائما يديني عينات من اللي فيها اقل صوديوم. هذه عينه لو صوديوم تركي، هذا نص باوند قيمته $5. دائما لما يكون عندك صديق او تعامل الناس بشكل طيب يدوك اقتراحات اكثر، واجيب لي نوع ثاني. انا دائما اروح على الريسبشن واكلم المدير هنا في الدلي، اقول له الشاب هذا دائما انيق ومحترم ومؤدب، دائما ينظف لي الماكينه. اعتقد انه هذا اقل شيء نحن نسويه لما نتعامل مع الناس، لانه نحن المختلفين وليسوا هم. وفي مره سالتهم هاو كان اي تيك ات تو ذا نيكست ليفل، وكتبت له خطاب وارسلته للاداره. وهنا قسم الاكل المدخن، اخذت قطعه لحبها دائما من البريسكت، وممكن اشتري صوص. اوكي، هذه نكهه كارولاينا، وهنا كنساس وتكساس. تكساس مشهوره جدا، لكن عندي هذه مليانه مستردة وغارليك، راح اخذها. سو اللي انا احب اسويه اني اخلط هذه اللي فيها فينيجريت او شوية ماسترد مع تكساس. تكساس فيها سبايسنس رهيبة، فحلطها ودوقها. دائما تكساس إذا أخذ أي أحد فيكم تكساس صوص عمره ما راح يندم، لأنه دائما هو الأفضل أو اللذ في أغلب التيست يعني عند الناس. الإضافة الجميلة تجي من الصوص حق كارولاينا، لأنه دائما فيه له ماسترد وغارليك وفينيجريت، دي طعم جيد. واو،
ام سولت اشتريتها الاثنين رهيبه. الخبز واحده من نقاط الضعف عندي، كفايه انه مليان كربوهيدرات. هذا النوع من البريتزل بريد مليان صوديوم كمان. البدائل الجيده في الخبز رغم انها كربوهيدرات، لكن الراي، خبز الراي رائع جدا، انصحكم دائما تشتروه. لذيذ مع الاجبان، له طعم كده فيه مرار شويه لذيذ. النوعيات اللي معمولة من البيت أو المولتي جرينز نوعيات جيدة، هذا النوع أنا أحبه جدا لأنه مو بس بيت أو خلطة جيدة لكن كمان أورجانيك المواد الأساسية فيه. المرة الماضية في السيرة جربنا السكيرت، هذه هي أقرع من السكيرت. هذا الفلانك نفسه أجربه لكن ينفع في الإدامات والطبخة الطويلة، لكن المرة هذه راح أجرب الشورت ريبس أو اللي فيها العظم لأن يحتاج المرو، طلع نكهة جيدة في الطبخ. رايت حاخذ واحدة قطعة من البورتر هاوس، هذه أفخم قطعة ممكن تكون الستيك اللي هي هذه هي البورتر هاوس. مميز فيها ان قطعه اللوين اللي تحت او الفليمينيون اللي تحت اكبر. هذا التي بون كان نفسي اخذ ريبس لكن شفت السعر كيف قريب من بعض جدا، حرام هذه اغلى وافخم وهي تعتبر قطعه رخيصه لكن السعر متقارب جدا. الاكل البحري لا زال سعره عالي جدا، بعد الشريمب عليه تخفيض برضو غالي جدا، لكن الكينج كراب ليج هو الشيء اللي انا اتابعه دائما في الماركت. هذه الاجبان اللي عليها تخفيض وللناس اللي تحب تجرب جبنه جديده جربوا هذه الدوبلينر راح تعجبكم جدا. الدوبلينر انا راح اخذ ثلاث انواع، الكومنبير عشقي، وهذه جبنه غنم لذيذه جدا وريتش وكريمي، وهذا نوع مميز جدا نعمل بخميره البيره. هذا اللي في الخارج طبعا مو شوكولاته، هذا شمع، لكن النكهه كلها موجوده في داخل قطع جبنه الشيدر. هذه النوعيه جربتها في مكان فخم جدا، ايرلنديه من ايرلند، لذيذه جدا طعمها رائع جدا. نصيحة أخيرة للشباب اللي يحبوا يشوا في البيت، هذه نوعية اسمها نيويورك ستريب، جيدة جدا، ممكن نعمل منها ميديوم ويل ويل دن، لا تروح زيادة عن ويل دن. واللي عازم ناس وبيعمل شوي ياخذ التندر لوين، لا ياخذ الأوصال المقطعة هذه لأنه هذه بتستوي لبعد سنة ويطلع لها طعمها سيء جدا. هذه بالطبع من الساق، كل أنواع اللحوم هذه من الساق للطحن وللبرجر، ما تنفع للشوي، لكن اللي من الظهر هذه هي الجيدة، التندر لوين والنيويورك ستريب وغيرها. وهذه القطع من الشورت ريبس، طبعا هذه ولا طبخ طويل جدا، تنفع في الكبسه بالمناسبه بقدر الضغط، لكن انا كنت محظوظ ولقيت بورتر هاوس او نيويورك ستريب او تي بون. واخيرا لقيت قطع فخمه من صدر البطه وراح اعمل منها شيروتيز، طبعا هذه راح اعمل لها كيورينج او تعقيم واجففها من غير طبخ. اعتقد بكده يكون عندي بروتينات مكتمله للخمس ايام القادمه تقريبا وستة ايام. نرجع للبيت. جاني سؤال مهم جدا عن المسترد، المسترد اللي احنا نشتريه دائما اللون اصفر كذا كله اصبغه وكله حشو وسيرب وانواع ما لها امدا احنا كلها. هذا هو شكل حبوب المسترد الحقيقيه، هذه نوعا ما تعتبر بيكلد او كانها مقلله. لما تنطحن المفروض يكون شكلها زي كذا، وهذه نوعيه اورجانيك لازم يكون شكلها كذا. النوعيه المشهوره واللذيذه جدا اللي دائما تستخدم في المطابخ هي ديجان ماسترد، هذه الشركه مثلا انا اثق فيها ديجان ماسترد لذيذ جدا. وهذا النوع الثاني اسمه هاني ماسترد لذيذ جدا، انصحكم تجربوه مع اللحوم البارده واللحوم والبرجر وهي كل انواع اللحوم. اما المايونيز فحرام ما تسووه في البيت بزيت نظيف وحبه بيضه، تعرف كيف سووه، ما في مواد كيميائيه ولا حاجه، سووا الماسترد او المايونيز في البيت. رائعين مشغلين عود هنا في السوبر ماركت. طيب هذه نوعيه من الاوليف اويل المانيه جيده جدا نكهتها جيده، طبعا انا افضل الجريك لكن الالماني جيد. فورا افقد الثقه في المنتج لما يكون في قاروره بلاستيك، لكن انا محتاج جريب سيد اويل او زيت عنب. البلسميك فينيجر طبعا يعمل من الريد واين لكن ما يوضع له سكر كفايه فيتحول لحامض. بلسميك فن كبير وتاريخ عريق جدا، اللي يفهم في البلسميك هذا فنان. الترافل الابيض والاسود من الاشياء الفخمه جدا، طبعا زيت زيتون مشرب بنكهه الترافل. بالمناسبه الفقع اللي موجود عندنا هو نوع من انواع الترافل، واللي حابب يتجاوز خطوه مهمه للامام ياخذ من هذا الجليز. الجليز اتذكره المكثف، يحطه على اي اكله سمك او اي اكله فيها لحم بس خفيفه جدا. وللناس اللي تحب الماش بوتيتو جربوا البارسنيب ماش، لذيذ جدا ونكهته مره لذيذه فيها اروما حلوه. واللي يبغى يسوي طبق شكله برزنتيشن حقه انيق جدا لازم يضيع وقت طويل يدور الحبات الصغيره المتساويه المتناسقه. وهذه يا حبايب اللي تستخدم في السوب الشيبه اسمها وودير ماشروم، هي نوع من الفطريات تنمو على سطح الماء في البحيرات. طيب اغلب التعليقات تقول ما عندنا اورجانيك في البلد، كلم وزير الزراعه. لا الحقيقة هي انه السوق دائما يتبع المشترين ويتبع العملاء حسب العرض والطلب يعني. فهنا في امريكا في كثير من الناس يعملوا مجموعات ويخاطبوا السوبر ماركت يحاولوا يرسلوا قوائم الاغذية اللي يحبوا انها تكون اورجانيك موجودة في السوبر ماركت قريب منهم في النيبرهود او الشائع في البلد، فالبزنس يستجيب طالما في شراء. اما السؤال اللي يقول في طريقة لتعقيم الباست سايز، ما اعتقد، لا اعتقد ابدا انه في طريقة لانها متشربة داخل انسجة الخضار والفواكه وما ينفع.
مهم جدا وحساس جدا ان هذه القائمه من ال 12 هي الاكثر كونتامينيتد بالمواد السامه والمفروض نتحول فيها الى الاورجانيك. واخيرا يظل الورد وبيتي لا يخلو من الورد. وهذه اللحظه اللي عمري ما اكون متضايق فيها، لحظه الحساب. انا للبيت وانا المطبخ. طبعا حاجه اخيره حاب اقولها، يسوء اني جدا كثير من السعوديين يشتروا من اكلهم من وول مارت، لا اخص اكل. احيانا كثير ما افهم حتى في الاكل الجاهز او في المقاضي يشتروا من ارخص الاماكن، لا اشتري احسن اكل، زي ما تلبس احسن لبس اشتري احسن اكل، فقط لان صحه الانسان هي اهم شيء في الوجود، طالما في صحه في كل حاجه في الدنيا، ولان المعده هي بيت الداء.